السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ازيكم في قناة كونكوير تهيس. ان شاء الله دي اول فيديو ليا، ان شاء الله هيبقى سلسلة كلها سلسلة كونكوير سيرفر. ان شاء الله هعرفكم ازاي النهاردة ازاي تخشوا على الموقع بتاع كونكوير سيرفر، جميع الكونكوير حتى ماشي مع تحديث كونكوير على لغاية اخر تحديث واخر بادج. ان شاء الله ده تكتب هنا في جوجل، تكتب في جوجل ان شاء الله كده، صلى على الرسول الاول على افضل الصلاه والسلام. هتخش تكتب كونكوير سيرفر في السيرش، وبعدين تخش ايه تاني واحده. ده بقى جميع السرافر اللي انت تخيلها. بصي كل سيرفر وليه بادج معين، يعني ليه بادج بقى حديث قديم، تلاقي جميع حتى لغايه 65 القديم لغايه اخر حاجه 2020 من اول ما طلع كونكوير سيرفر اصلا. ماشي، انا كده كده بلعب في اول حاجه، ده ليه شعبيه كبيره جدا وبلعب عليه. هو صعب شويه بس لذيذ، ما يزهقكش، مش بيديك كل حاجه بس هو ايه بيعرفك ازاي المراحل. انا هخش اوريك ازاي اللعبه بتلعبها. هو طبعا طويل شويه، احنا بس انتوا استحملوني شويه. اولا بتخش على الموقع اهو، دوس داونلود. الداونلود حتى بنزل لك لو انت عندك اي مشاكل على الجهاز بتاعك، اي مشكله في الجهاز هو بيقول لك عليها اهو، بيقول لك نزل البرنامج ده او ايه البرنامج ده او البرنامج ده. بص انا طبعا هو بينزلك اول ما تنزل اللعبه بينزل معاك اصلا نوت فورم ورك والكلام ده، بس يا ريت يبقى على الجهاز اقل حاجه يعني الدي ميكس ده او كل المحتوى بتاع الجهاز نفسه، هو بيكتب لك كل المشاكل اللي عندك على الجهاز عشان اللعبه تشتغل. وبعدين بتحملها، طبعا انا محملها عندي وهوريك بتخش ازاي. عشان ايه؟ تعال خش معايا كده. طبعا انت بتعمل اكونت، بتعمل هنا وبتعمل ايه كريتر، ايه كريت اكونت، تكتب هنا طبعا البيانات بتاعتك الايميل والكلام ده والباسورد والسؤال والاجابه عادي، وبتعلم على دي وعادي اي حاجه اي حاجه هتلاقيها. تخش ايه طبعا انا في الموقع كده، خلاص كده خلصنا من الموقع. هنخش فين على اللعبه؟ الشكل بتاع اللعبه اهو، طبعا بدوس يس. طبعا الصفحه دي مش هتظهر لك الا لما يكون عندك نوت فروم ورك جافا، البرامج بتاعت الجهاز اللي هتشغل اي العاب حتى ايه. هتخش معاك هو دلوقتي طبعا ايه بيحدث نفسه، هيشتغل معايا اهي اللعبه. طبعا هو كونكوير مش شرط يعني، هي لو جهاز رامات 2 هيشغلها جميل جدا. انا عشان رامات 4.5، يعني لو رمات واحد في يعني لو رمات 2 أو 1 بيشغل اللعبة عادي. خلي بالك بس أهم حاجة البرامج اللي أنا بقول لك عليها دي. طبعا الموقع أهو، ده إيه ده الصفحة إيه. طبعا طبعا أنا هخش بإيه بالأكونت الكبير بتاعي ده، أكونت الفاير. أنا بحب ألعب بالفاير. طبعا السيرفر مليان مش صغير، وكلهم اقوياء جدا، وفي طبعا في اي بي اللي عايز تشتري حاجات براحتك برضو، تخش على الموقع وتعرف ازاي تشتري والكلام ده. لا غاوي، انا مش غاوي يعني، انا بحب العب سيرفر. انا بقى شايف السيرفر تهييس، ما ادفعش فيه اي حاجه، بس ده السيرفر ده من اجمل السيرفر اللي انا لعبتها. صعب ورخم في حاجاته. طبعا هو بينزل بقى بينزلك بالصفه 12. بص في يا جماعه علامه كده في الخريطه فوق اهي شايفها بتنور، ده وحش. طبعا لما تلبس والكلام ده الوحش ده بينزل لك ايه بقى السول، السول 7 اللي هي السول دي، السول 7 اللي هي تتضرب على الاسلحه. طبعا ايه الملايين فيه سهله جدا بس الشراء صعب، يعني هم الناس بتبيع غالي يعني، الماركت بتاعه في كل حاجه. السيرفر يعني السيرفر هنا بس تقيل بقى، يعني الناس هنا تقيله جدا، ان هو مش هزار يعني. انت عشان تخش تحارب عيله او الكلام ده، هو انا هنا كده بتطلع الفراخ، حتى لو عايز تطلع الفراخ. البرد مليان جدا، مدينه البرد اللي هو يعرف اللي يعرف في اللعبه. بص انت لو ضربت هنا واحده، بص اداك 7 كام فوق اهو، 7000 سبيس، يعني الملايين هنا مفيش اي مشكله عليه. المشكله كلها في السول، يعني السول وتلبس تنزل سكن. يعني انا نازل ايه اولا بقى كل ايه يعني النجوم دي والكلام ده، الجناح ده ما بيجيش بسهوله. الجناح ده لازم تقتل وتخش على الارينا تحت كده، وبعدين تخش. انا عندي ايه 46 بوين. بتخش هنا بقى الاول بيقول لك ايه
تروح دايس بوينت فوق دي ارينا عشان تجيب البتاع ده لازم 500 بوينت. 50 بوينت دول بيجوا ازاي؟ بيجوا من على طريق الوحش اللي هناك ده. طبعا انت الاول بتطلع تروح تلفلف والكلام ده، في اماكن اللفلفه اللي هي الابديت ليفل، وفي بتشتريها ب 2 مليون. هي الملايين سهله يعني، انا كده كده كلنا، بس زي ما كان لو عايز تهنط فيه يعني تعتك فيه. هو البرنامج اللي هنا هنا الوحوش دي بتوصلك لغايه 140 برضك. ايه بتديك سي بي اس برضك؟ لا تاكس بي اس هنا ما بديك سي بي اس خالص. اللي غاوي بقى ايه؟ بتديك سي بي اس برضك، يعني هي شغاله سي بي اس برضك. هنا لو عايز سي بي اس الكلام ده الملايين هنا سهله والسي بي اس. طبعا ادي مدينه البرد، اللي عاوز بقى يجيب سي بي اس ومش ايه مش عاوز يجيب ال، يستنى بقى في كل 15 دقيقه بيديك 15 مليون سي بي اس. غير هنا، غير هنا بوقت تقعد بالوقت عشان تجيب البوينت، يعني تسيب الاكونت بتاعك لو سبته ونزلت رحت مشوار هترجع معاك 1000 بوينت 2000 بوينت. تشتري هنا بقى ايه البوينتات اللي انت عايز تشتري بقى، الجناح او ال بعدها السنة. هو بيطلب منك اهو ال 30 بوينت او ال 250 بوينت ب 1100 ايه وقت، ده وقت انت بتقعده في الماركت او تقعد 4000 بتديك 12000 سي بي اس، 12000 بوينت. 12000 بوينت ده بتعمل ايه بقى؟ البوينتات دي اللي بتفضل تجمعها من الارينا. انت دلوقتي بتخش ايه بقى؟ هو بيقول لك انا معايا كام؟ معايا 390. 390 دي انا ما كملتش نص ساعه، ساعه جم. انت لو قاعد بقى في اللعبه وبتاتك هتلاقي لغايه ما تروح والكلام ده هتلاقيهم بقى 500 حسب الوقت. يعني الناس اللي قاعده دي كلها قاعده بتجمع بوينتات عشان تجمع ايه؟ تضرب على على الاسلحه، النجوم والكلام ده والقمر والجمجمه والكلام ده. طبعا دي انا ما يعني ما بشرح لكم السيرفر بس ازاي بتروح الكلام ده. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ انا بقى بروح للوحش، هوريك الوحش دلوقتي هروح له برضك، بس هوريكم مدينه البرد ايه بتروحها. كمان مدينه البرد المدينه نفسها ما تروحهاش، لو رحت المدينه نفسها بيموتوا بعض هناك وحرب، انا ما حتى ما اقدرش عليهم. يعني انا يعني انا مش من الاقوياء لدرجه السيرفر دوم عشان في ناس شاريه هنا والكلام ده. بص هنا بقى البرد ايه مش بكتير، يعني بكتير بشويه. يعني انت بص كل ما تخش جوه هتلاقي يعني برد بالهبل، عشان لو عايز تجمع سي بي اس او الكلام ده هتلاقي ناس ارشرات برضو واقفه هناك. ونصيحه انا بعمل حاجه اسمها ووتر تروجن ارشر، بينزل لي السرعه وبفضل اقاتك بسرعه جدا. يعني بص في ناس هنا بتقاتك بالسرعه، بص يعني بالهبل، بص تفضلوا هنا بص برد كتير جدا وبيطلع في ساعتها، يعني هو مش ممل. والنهارده اول شرح ليا ان شاء الله، وانتظروني ما انساش اللايك والشير، ولو كومنت جميل لو حد عايز يسأل على اي حاجه يسألني وانا هرد عليه على طول ان شاء الله. واول ظهور ليا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هعلمكم حاجات كتيره ازاي بتعمل الكوستات الكلام ده. اي كونكوير انا بلعب في كونكوير برضك الحقيقيه، كونكوير اونلاين معايا اكونت فول 12 برضك نفس الاكونت ده شبهه، بس هو التاني كاونت ارشر لابس فول 12 فول 2 سوكت. ان شاء الله هوريه لكم ولو انا يعني لو عملت فيديوهات عن الحقيقيه، عشان بقى لي كتير بقى لي فتره بعيد عن الحقيقيه، بس انا بحب التهييس لي بقى سهوله، ولو عايز العب فاني يعني ده لعب فاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.